اليمن جزء من أرض النبوات، تضرب الحضارة على أرضه في أعماق التاريخ. فهذه الأرض جعلها مناخها وموقعها ومستوى التقدم فيها بؤرة حضارية مميزة. واليمن مملوء بشواهد كثيرة للأنبياء وغيرهم، وكان يوصف على الدوام بأنه اليمن السعيد، وعلى أرضه جرت وقائع ذات صلة بسيرة سليمان عليه السلام ومملكة سبأ القديمة. من صنعاء العاصمة الحالية لليمن وأكبر مدنها، سوف نتوجه إلى عاصمة تاريخية لهذه البلاد تتركز فيها رموز وآثار الحضارة السبائية القديمة. وجهتنا هي مدينة مأرب، على بعد نحو 170 كيلومترا إلى الشرق من صنعاء. الطريق إلى مأرب يعكس جزءا من الطبيعة الجغرافية الداخلية لليمن، فالمشاهد هنا تتنوع بين منظر الجبال الرائعة ومشهد السهول الصحراوية الممتدة شمالا إلى الربع الخالي. وكانت هذه الصحارى ذات يوم جزءا من جنتين عن يمين وشمال، ترويهما مياه سدود تاريخية، من أشهرها سد مأرب. أثبتت التنقيب المسوحات الأثرية وجود وادي نهري كان يصل ما بين وادي الجوف ووادي حضرموت في الوقت الحالي، بمعنى أن هذا الوادي كان وادي دائم الجريان، وكانت من كثرة أو غزارة مياه هذا الوادي النهري أن تفيض المياه وتشكل بحيرات حول مجرى الوادي. لكن سيل العرم جاء ليهدم سد مأرب، ولتتبدل الجنتان بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، كما جاء في القرآن الكريم. سد مأرب القديم الذي يعتبر أكبر منشأة معمارية تشهدها شبه الجزيرة العربية في فترة تاريخها القديم، لا يوجد ما يضارعه في أي مكان آخر أو في أي دولة أخرى. مأرب اليوم وبعد سبات طويل تشهد تطوراً ملحوظاً، فقد أقيم على واديها سد جديد يسقي مساحة زراعية واسعة، وبدأت الخضرة تحل تدريجياً محل الصحارى المقفرة، ونشطت فيها الحركة السياحية والخدمات. وعلى بعد 4 كيلومترات جنوب مدينة مأرب يقع المعبد الرئيسي لدولة سبأ القديمة، معبد أوام المشهور بمحرم بلقيس بأعمدته الثمانية، وخلفها تشرق الشمس التي كانوا يعبدونها من دون الله. وكان هذا المعبد رمزاً للسلطة الدينية في سبأ، والمكان المقدس الذي يتلقى فيه الكهنة أوامر آلهتهم، وتقدم فيه القرابين والنذور لهذه الآلهة التي تمثل الشمس. وإلى هذا المعبد كانت تتوجه جموعهم لأداء طقوس الحج الوثنية. كان يتم إليه الحج في أيام معلومة من السنة، بالإضافة إلى وجود مقبرة ملحقة في معبد أوام، وهو ما لا يوجد في معبد بران. كل هذه الأشياء تعطي معبد أوام الأهمية العليا أو أكثر أهمية، بما معناه أكثر أهمية من المعابد اليمن الأخرى، بل وفي الجزيرة العربية برمتها. ومن هذا المعبد تبدأ وقائع قصة سليمان مع ملكة سبأ. الهدهد
من الطيور التي سخرها الله لخدمة سليمان. هذا الطير الهادئ المتواضع الجميل وضع الله فيه قدرة إرشادية فذة ومقدرة على الاستطلاع. حط أحد أفراد هذا النوع على واحد من أعمدة المعبد ورأى ما يمارسه القوم من طقوس وعبادة للشمس، فأراد أن ينقل هذه المعلومة إلى سيده. هذه القصة ورد فيها الكثير من الحاجات الإسرائيلية طبعا المغرضة اللي موجودة يعني، لكن هو الشاهد ببساطة شديدة، هدهد خلاص كان يطير في أرجاء الملك، وجد أقواما يسجدون للشمس من دون الله، كان هدهد فقيه جدا وتحرك من منطلق الأمر بمعروف ونهى عن المنكر، فعاد إلى الحاكم حينما افتقده، وحصل الحوار الجميل بينه وبين سيدنا سليمان. وبينما القوم يمارسون طقوسهم كان سليمان يتفقد الطير المكلفة بخدمته، ولم يجد الهدهد فتوعده بالعذاب إن لم يأته بسبب معقول لغيابه. يصل الهدهد ويتجه إلى قصر مولاه سليمان وينقل له خبر القوم. جاء الهدهد هذا الطائر الصغير وقال للنبي الملك سليمان عليه الصلاة والسلام: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة وقوم يسجدون للشمس من دون الله. أنا عندي معلومات مش عندك، جندي عم بخاطب القيادة، إني وجدت امرأة تملكهم، تقرير مجمل لكنه مفصل في الوضع السياسي والوضع الاجتماعي والوضع الديني، معلومات هائلة لخصها الهدهد في سطر واحد: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، نظام الحكم السياسي، وأوتيت من كل شيء، الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، الوضع الديني والعبادي. إيش هذا؟ تقرير مفصل. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ورحطت معه جواب وقال له: اذهب إليهم ثم ألقه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. ومعبد أوام أو محرم بلقيس لم يكن المعبد الوحيد لقوم سبأ، بل هناك معابد أخرى كثيرة. فإلى الشمال الغربي بمسافة كيلومتر واحد من معبد أوام هناك معبد آخر يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، وهو معبد برآن، ويسمى اليوم عرش بلقيس. نحن الآن متجهين إلى عرش بلقيس أو معبد برآن كما هو ثابت من النقوش، وهو أحد المعابد اليمنية القديمة، أو بالتحديد أحد المعابد السبائية التي شيدت خارج المدن. وهذا النوع من المعابد يعتبر أماكن لتجمع كافة القبائل في الاحتفالات والمراسم الدينية. أي هذا النوع من المعابد يمكن أن نطلق عليه معابد كونفدرالية لكل كافة القبائل. ويختلف معبد برآن عن سابقه بأعمدته الستة، وما كشف عنه في هذا المعبد هو مجرد جزء صغير مما لم يكشف بعد من الآثار اليمنية الهائلة. ها هو عرش بلقيس أو معبد برآن كما أشرنا إلى ذلك، بأعمدته الشامخة وبسوره من اللب الذي تدخل الأبراج التي أمامنا الآن. ومعبد برآن هو أحد المعبدات أو أحد الشواهد الأثرية على